يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية يستدلون بحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه، يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في موالدهم أو حضراتهم. وين الدليل على هذا؟ أنه أولا الموالد، وين الدليل على أنها مشروعة؟ ثانيا لو جاءوا بدليل على أن الموالد مشروعة، وين الدليل على أن الرسول يحضر؟ الأموات لا يحضرون ولا يخرجون إلى الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم. من مات فإنه قد رحل من الدنيا ولا يمكن أن يعود إليها. لم يرد أنهم يأتون وأنهم يمشون على الأرض، وأنهم ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم.